السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكرام، الجزء الثاني من درس السيدة هاجر رضي الله عنها وبئر زمزم. بدأت السيدة هاجر رضي الله عنها ترضع سيدنا إسماعيل عليه السلام ويشربان مما معهما من الماء حتى نفذ، فبكى سيدنا إسماعيل عليه السلام من العطش. صعدت السيدة هاجر رضي الله عنها جبل الصفة لتنظر ما أعلى لعلها تجد ماء، لعلها تجد بعض الماء فلم تجد، فصعدت جبل المروة فلم تجد، وكررت ذلك 7 مرات. وفجأة سمعت صوت ماء يتدفق تحت قدمي سيدنا إسماعيل عليه السلام، فأسرعت السيدة هاجر تحاول جمع الماء بيديها قائلة زمزم، فسميت البئر بئر زمزم. شربت السيدة هاجر رضي الله عنها من الماء وأرضعت ولدها. ثم مرت قافلة من قبيلة جرهم، فاستأذن السيدة هاجر في الإقامة معها والشرب من بئر زمزم، فأذنت لهم، وتعلم إسماعيل اللغة العربية منهم. ودمتم بخير.